حنا كنبيعو ونشريو في مدينة الرحمة في الديسير. بالنسبة للثمن اخويا كاين ثمن شوية حسب الثمن، كاين ثمن البنان طالع شوية، لافوكا طالع شوية، التفاح تا هو غالي شوية، بالنسبة للأسعار طالع شوية على حسب البيع والشراء. مازال بنادم باقي ما خرجش يوم الأول في رمضان، مازال بنادم ما خارج باقي ما شنا والو، ولكن على لقطات دابا مازال ما خارج بنادم، راه بدا كيتحرك بنادم دابا العشية، بدا كيتحرك بنادم. شوفوا السوق كيفاش داير، والثمن راه كاين في كل شيء، جميع الخضرة الديسير كل شيء الثمن كاين، والله يجعل البركه. المغرب راه هو ديما العواش راه كتكون فيها شويه الغلا، يقبل مازال ما شنا والو، مازال ما خرج انا لا مقدينا اليوم الاول في رمضان، مازال ما شنا والو، باقي انا كنشوف في بعضياتنا. بالنسبه للسوق عندنا تا هو راه شويه اكثر كراس كاينين برا وهنا الداخل، بنادم راه بدا كيدخل عندنا دابا مره مره، وعلى حسب بنادم ويدير هذا الشيء. بنادم اللي كيتقدم ويدير هذا المشكل هذا، وكان بنادم حاجه غالي ما يديهاش ما يبقاش هذا المشكل هذا. هذا باش تردي دير 25 درهم ماشي ياخذوا في يومه، خذ شي حاجه اخرى بحال الديسير دابا بحال لافوكا داير 40 درهم، علاش غيديها بنادم؟ ما ديهش شو ما ديهش انا، وداك الشيء غادي يطيح شويه. حنا كنغليو على راسنا داك الشيء، وكيقول لك ما السلعه غاليه. بنادم طايف كيدي 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو فين غادي يباه؟ شويه تخماج وغيلوحها في الطار. دي نص كيلو كولو اليوم وغدا عاوتاني دي نص كيلو جديد. ديروا داك الشيء ديال البيع والشراء ديال اوروبا، ماشي غادي ب 5 كيلو معمر الثلاجه وعلى الاخر يخمج يلوح عليه. اوروبا دابا دي نص كيلو في بلاستيكه كيديه كيطيبو الغد عاوتاني كياخذ حاجه جديده. ديما حاجه جديده، ماشي بحال. رمضان مبارك المغاربة جميعا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.